هوية فوز صعب صحيح، لكن يعني لعب واستحواذ ونتيجة للنادي الأهلي. كان في سوء حظ كبير جدا جدا وغلطة غير مقصودة من سعد سمير، اتزحلق يعني الراجل مع ان المفروض يعني برضو الوقفة الدفاعية، لكن معلش هدف دخل فينا وانت مستحوذ وانت شكلك حلو قوي، شكلنا حلو قوي، احسن مباراة بتروجيت والمقاولين طبعا بكتير جدا، لكن فوز عن استحقاق وجدار النادي الأهلي. 3 نقاط غالية جدا للنادي الأهلي، بيواصل مسلسل انتصاراته وبيصعد للمركز العاشر. الناس اللي مستخبية دي تطلع، الناس اللي شايفكم انا تحت السراير اطلعوا عادي، يعني الناس اللي كانت مستنيه الاهلي يتعادل او يخسر دي شايفكم طالعين المركز العاشر، واستنونا ان شاء الله الموضوع بيقرب، هنشوف بقى نتقابل في الاخر ان شاء الله. الف مبروك لكل الاهلي، من ينتمي لنادي الاهلي الكبير. قلت لكم دايما رجاله النادي الاهلي عند حسن ظن الجميع، مباراه صعبه جدا لكن الاهلي اقتنص 3 نقاط عن جداره واستحقاق. ارحب بضيوفي الكرام مره ثانيه، كابتن شريف الف مبروك.